محاكي بيع السيارات. لعبة انتو كتير بتحبوها فقررت اكملها. بالمناسبة اللعبة عملوا عليها كتير ابديتس فالمفروض تكون هسه كتير احسن. ويلا نبدأ. اوكي ف ايش تغير؟ ناس عندي سيارات شاريهم مش بيعهم كأني. والله ناسي حالي. معي 300,000. طيب مبدئيا خلينا نظبط الامور نبيع السيارات الموجوده عشان نبلش من الصفر. يعني الناس اصلا ليش هذول شريتهم قديش شريتهم اصلا؟ على طول في واحد جاي يشتري. 800,000 هاي سياره 800,000 بدي اياها 600,000 طاقه. بس انا جبت سياره 800,000 يا جماعه ناسي. انا بتذكر ان جمعت مليون و100 الف. بتذكر هاي المعلومه. يعني هاي بس سيارة 54,000 يبديها ب 44,000 يحكي لها 50,000. اوكي طيب نعرضهم للبيع. هاي السيارة اللي انا كنت اسوقها بتنباع ب لحد 100,000. انا شريتها ب 60,000 خليني ابيعها ب 100,000. انا كم شريت الفيراري؟ بدي اشوف الفيراري حصلتها بكم. لانها لامبورغيني. انا شريتها ب 400,000. والله يعني شو ما ابيعها بحصل ربح. يعني حياك. بديها ب 400,000. لا هلا اليوم يا جماعه هدفنا نكبر المكتب تبعنا نكبره عشان نقدر نبيع سيارات اكثر. كم سعر الواحد يكبر؟ 200,000. اوكي مو كثير غالي يعني. بقدر اسوي هسه بقدر اسوي هلا الان. هاي المشكله 750,000. هاي احنا منا شويه كل واحد يزبط يعني المكان. نحط ارض خشب. والله ممكن واحد يزبط المكان بس بدها شويه تعليه بادجت. مش مشكله نبيع هاي السيارات وبنشوف. هلا والله هلا بالمرتب. يلا يا رب تحكي سعر منطقي. تعبت. 560,000. طيب 620,000 شو رايك؟ من طرف جيبتي. خلص شكرا ربحت عليها 200,000 على السريع يا بلاش. طب هون شوف كم منهم يحكوا. يعني هاي 80,000 ابيعها بصراحه. 79. شوف هذا كم حيحكي. طب خلينا نشوف هاي لو نخليها ترفع ل 85 نشوف يا سيدي. هيك عشان غلاوتك بس. بس شكرا جزيلا. وهيك صار عندنا معنا ولا سياره. خلصوا كل سياراتنا. طيب اسمع انا حكبر المكتب بس مو هلا. خليني بس اشتري بالمليون سيارات عشان بحيث لما اوسع المكتب يضل معي مليون. يعني بعد كوست توسيع المكتب. شفت كيف مخ بزنس؟ انا زلمه بفكر براسي. اتوقع حروح انام عشان اصحى بيوم ثاني يكون في مزاد. هذا اللي حاعمله. سيعطوك انت لائحة من ايش عملت. طب حلو هاي الحركة. طلع صلعت 700,000 يوم واحد. ايش في اقوى من هيك بالحياة كلها. next day علي فواتير لازم ادفعها. شوف شو علي فواتير. حاس حالي راح انصدم. ها كم؟ 50,000 ولا 1,500؟ لا 50,000. يا فو الله لسه عندنا مليون تقريبا. يا الله. صح قلت لي شغله التعليقات. بتذكر هسه تذكرت. وال قلت لي اروح على الريد بار في واحد ببيع كاميرا عشان اصور السيارات وانزلهم شيء زي هيك. خلينا نشوف. بعرفش انا ما بعرف ما فهمت الموضوع كليا. بس في واحد معاه كاميرا بلاك ماركت. قول لي تابلت. وهي ايش؟ هات. ايش هلا صار؟ حلو حلوين. بقدر اصور سيارة بالتابلت مش كاميرا تابلت طلع. طيب جبار هذا الاشي. صار عندي مطرقة ولا شو بيعمل المطرقة؟ بقدر اكسر شغلات. والله بقدر اكسر سيارات الناس. بقدر اكسر سيارات الناس. من اول اللي هي عاطله. اليوم في مزاد الحمد لله. اجى المزاد. الفلوس عم بتطير.
الساعة 3 في توقيت اللعبة في مزاد. كم الساعة هلا في توقيت اللعبة؟ الساعة 7 AM. ماشي بنحضر حالنا. شو يو هابنت مثلا يعني ايش يعني؟ اوكي ها؟ ايش هاي؟ ها؟ اخذنا قطع، اخذنا قطع سكراب. طيب حساد بصير يرضى يحكي معنا بس هيك؟ يعني هو بس بتعامل بالفلوس، خلص بتعطيه حديد بيعطيك فلوس. طيب قربت الساعة 6:30 فراح نروح على المزاد نجهز حالنا. الهدف اليوم راح نشتري كل السيارات في المزاد، قلتها وما راح أعيدها. مستحيل أحمد، مستحيل. واضح ما بتعرف لي. والله الشباب جايين ها جاهزين. طبعا لازم اشتري تيكت عشان ادخل المزاد، معه $200 بطريقة مش زي. يا رب آية الرزق. 5 4 3 2 1 بوم. حلو. BMW كالعادة حستنى الاشي يقرب يخلص بعدين بدخل انا بخلص على الموضوع. اوب ليتس جو. شريتها. شو هاي؟ شو السيارات الطقيعة يا جماعة؟ ما في سيارات محرزة؟ حاشتريها انيويز بس يعني طقيعة. بدي سيارة هيك تفش الغول تكون حقها مليون. الله ولا يا الله شو هالهبل؟ بس شو هالإهانة؟ حاشتريها بس لاني حكيت انه حاشتري كل المزاد ولا ما بدي اشتريها بصراحة. سيارة هبلة. ها؟ يا رب سيارة. شو هاي؟ كل المزاد حقه 100-150 ألف تقريبا. حاسب الإهانة. هيك شايلين 4 سيارات بس صراحة مش مبسوط. يعني ما مش مبسوط، توقعت أحسن من هيك. السيارات كلهم نضاف يعني بس بدهم يروحوا دايركت على البيع. هاي كمان برضو دايركت على البيع بس هاي فيها عيوب لتصليح. توقعنا زي كانها بي ام دبليو قديمة صح؟ والله أعلم. صلحها. طيب ندهنها. أنا ندهنها لون صراحة نار، ما بدي ادهنها لون عادي فسفوري. اوه ماي جاد. ايش راح ايش هاد؟ ليك صالونها غبي. لا وين راح الزلمه؟ لا مضطرين خلاص نضل على هذا اللون الغبي لانه يعني شكله ما كمل دهانه. بعرف شو بعدين غير نروح ننام بعدين حنبلش نصور السيارات عشان نعرضهم على البيع. الأول ما راح نجرب نصور سيارات، بعرفش شو حيغير هالإشي. أو ماي جاد، أو ماي جاد الخسارة. أوه اليوم في مزاد كمان، الحمد لله ممتاز. ممتاز ممتاز. نحاول بيع كم سيارة قبل ما يجي المزاد، مش غلط. هلأ باخذ صور. نار نار. طيب نزلها. اوكي عنا اوكي شناها ب 100 تنباع ب 360 ألف. amazing car for sale fire. حارضنا اول سيارة للبيع. اللي بعده صور. نعرض هالبيع. سعرها في السوق 154 ألف. بي ام دبليو يا كبير. بس بلشوا الزباين يجوا. Let's get it. شوفت شو بدي احكي. بدي اياها ب 275 ألف. نبيعها بس عشان نستعجل بس فلو. اوكي شوف حكي لك 300 ألف بس لعيونها السكسوكة. والله بس لانك سكسوكتك حلوة. بس انت الحلو حبيبي. ألف ألف مبروك. بعد سيارة
اوكي هاي اسمح المسات حيبلش سخلي بيها سريع بيها سريع بسرعة بسرعة يلا ها 140,000 بسرعة 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 ايوه ايوه يلا يلا على المسات لا حيروح علي يا رب ما تروح علي اول سيارة ادخل اول سيارة مش كتير مهمة يا رب اوه لحقتها والله ما طلعت على السيارة اصلا اوه نايس ايش السيارة الغبية هاي رادا راز ستيشن شو هاي منظرها غبي اصلا اخدها مش عارف هاتها يا عمي انا عارف لا بورش بورش حاخدها يعني حاخدها شو ما تطلب الموضوع حاخدها يا الله يا الله صار 160,000 180,000 صارت والله عليها طلب بس للأسف أنا حاخدها شكرا بس يا أخي السيارات سيئة يا أخي السيارات مو ما بتفش الغل قديش ياها ما حاخدها خلاص سيارة معفنة هاي شو هاي شو هاي والله بورش حلوة صراحة بس يعني برضو مش في شي سيارات ثقيلة ثقيلة يعني أم الفيراري لامبورغيني هاي شارات مش عم تطلع لي بس شارينا السيارات زي الفل على طول البيع هاي والله كل السيارات على طول البيع فيش تضيع وقت فحروح نجرب نجرب البورش والله البورش نار بورش نار نظف 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 سريع عشان نعرض على البيع على طول ما في رحمة هاي السيارة رح تنباع بأسرع وقت ثواني تصورها سريع مش حاسس ان التصوير عم بفيد لهي الدرجة على فكرة بورش تنباع ب 309,000 حط صفات طرناها على البيع اللي بعده تروح اجيب هذيك السيارة اللي حطتها هناك هاي شريتها كثير رخيص سيارة تخيل لو تطلع مثلا تنباع مثلا غالي كثير وهي كلاسيك طلع سعرها غالي وانا مو عارف يا الله تعرف شو حصور سيارات بالليل وعرضهم واللي بده يزعل يزعل استنى كيف عارف هاي اي واحدة فيهم اودي ولا بي ام ام كوب اي واحدة هاي ولا رادا ستيشن اتوقع رادا ستيشن هاي هذا السجل الوحيد البيضة من بعد 18,000 يا الله فراطة هذا ستيشن نار بي ام بي ام ام تنباع ب 154,000 سيارة للظلم only استخدم طرق غير تقليدية للبيع وهيك هي آخر سيارة المفروض أودي تنباع ب 22,000 على الفاضي أودي نار للبيع هسا كل إشي صار جاهز شارج حقت شارج جاهز راح اروح انام وارجع عشان اسكر القصة نبيع السيارات كلهم ونطور المكتب والامور كلها بتكون نفتح السوق سريعا نظف 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 شوف كيف تكون السيارة اوريدي نظيفة على السريع بتخلصها اوكي بلشوا الناس يجوا يلا بسم الله يا رب نبيع ونخلص بديها 227 انسى الموضوع ها على طول ما راح اتعب حالي مش من الفئه المستهدفه اصلا 66,000 80,000 بكره بيعها اقلب وجهك بدهاش اخليها باي باي اوه 12,000 يا معلم خليها هيك الناس 13,000 بخيلين
اشتريته. بعت على خسارة، بعت السيارة على خسارة بس عشان نخلص منها. راعينا معلم. 150,000 140,000 ابيعها. ماشي اللي بعده. شو هاي؟ كم؟ هذا ما جاب البورش. بديها 229. انا شاري 100. انا بقول لك 270,000. لا لا 27,000. شكرا يا غبيو. اوكي رحت على الحمام، روقت، فكرت الموضوع ورجعت. يا الله شو مستفز الموضوع يا جماعه. سياره قيمتها 300,000 بعتها. شكرا يا غبيو. بشي 1000 يعني بعتها ببلاش. اعطيت واحد سياره بورش ببلاش. اشتريته. يا لهوي يا لهوي. انا والله مش قادر استوعب اللي عملته. احنا طول الجيم هاي هدفنا نجمع 200,000 عشان نوسع المكتب. بسبب صفر الموضوع كله راح. بسبب صفر اصلا الفلوس وسخ الدنيا. الفلوس وسخ الدنيا. عبيك انا حغير استراتيجيتي كاملة بالشوب السيارة. هاي اللعبة ما بزبط معها. هذا الحكي الفاضي انك تشتري كتير سيارات وابصر شو تقعد تبيع فيهم، هذا بولشت. سيارة واحدة بجيب سيارة واحدة كويسة بتبيعها. هيك هالسيستم لازم. عندي نقاط تطوير. يلا حد يجي يشتري السيارة من نخلص. يلا قد ما بده اياها اعطيه. خلص انا قرفت والله. شو ما يطلب اعطيه. 800,000 ها خلاص. بس ايه 85,000 بس بسيطة. بس شكرا يا جماعة. حاس بالخيانة، حاس اني نفسي اخبط راسي بحيط. هيك حاس حرفيا هذا شعوري حاليا. عموما هذا سوق السيارات. راح اشوف سيارة غالية واشتريها. شو هاي؟ اوكي سيارة هاي 400,000. ممكن اخلي حدا مختص يعمل فحص يشوف اذا هي كويسة او لا. انا ما بدي اعمل فحص، انا بدي اشتريها. احاول اشتري 300,000. 312,000. انسى الموضوع. ما عجب السعر. 332,000. منت علي. شكرا. ايش في كمان سيارة كويسة؟ هاي الاودي. اسمع بالضبط انا ما راح ابلش الا بسيارات توب. طيب هاي سيارة انا حاسة مدمرة يا اخي، مش عارف يطلع عليها، مش واثق بالموضوع ده. فراح اخلي واحد مختص يفحصها. تي 61. اوكي نعمل فحص. طلع ريبورت فيه كذب بس ليش ما بعرف. استنى يمكن هو ما حكى انه في دمار هون. قلل السعر يا جماعة. كان 53,000 صار 409,000. والله نار. طيب احنا هنحاول ناخذها ب 400,000 بس. نايس تاجر سيارات محنك. في اي سيارة ثانية عليها العين؟ لا سيارات نص نص كلها. شايفين السيارتين اللي جبتهم؟ هذول هسه بظبطهم وبس. يعني هذول لحالهم كافيين انه اجيب منهم مبلغ ضخم. ليش؟ لانهم سيارات قويين. هاي السيارة مفيش عليها كلام، يعني بس نظيف. يعني هاي السيارة جديدة، شبه جديدة. نوضعها على البيع من اول. عطول. سعرها بالسوق. شريتها ب 300,000 سعرها بالسوق 800,000. الله الله. او ماي جاد. يا جماعة هل انا وجدت صفقة ذهبية؟ كأنه شكله هيك الوضع. 300,000 ل 800,000. ويه والله فرق يا زلمة. نصلح هاي. اوكي في عنا ناس. تاخر شوف بلكي بعناها بعدين برجع بدهن هاي السيارة. هلا عمي 600,000. الحلو انا شايفها 300,000 يعني اقسم بالله الواحد 750,000. ها ما مشي لك اياها. والله صعب. طلع طقيعه، طلع زلمه طقيعه جاي يشتريها بسعر قد رخيص.
شوف فكر اللي حاله، هاي بدها دهان ولا لا السيارة؟ بدهاش دهان، والله بدها دهان، حرام سيارة زي هيك ما تندهن. يلا ها الله السيارة النار، الله لا شو بجنن. تعرف شو راح اعمل عليها تعديلات كمان. هلو وفي لا انسوا التعديلات، في طلع في ناس في زباين. ايه هذا التوأم 500,000 يا زلمه، راح انقلع. شو 500,000؟ ان شاء الله يكون نفس، ان شاء الله تكون كحتوت زي اخوك. 620,000 يعني. هي شو اللي حكي 750,000 شو بحكي؟ لا ما زبطت. باي باي. في ناس بون 650، نجرب 747,000 من طرف جيبتي. عجبها. نايس نايس، يعني صار لنا 1,000,000 زائد. السيارة هاي النار اصلا كثير غالية، نرضى على البيع. كم تنباع؟ 910,000. يا الله يا الله. في مزاد في اللعبة على الساعة 3، يضل ساعتين ليله. تعرف كيف هيك سيارة فيراري اشي هيك غالي كثير 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 في المزاد. شو هاد؟ شو هاي؟ فيات يا زلمة. شو هالسيارة؟ مش حشتريها. اوكي السيارة الثانية برضو طقيعة. ممكن تجيبوا سيارة زي الخليج لو سمحت، ممكن يكفي هبل. يكفي، بدي سيارة زي الخليج. هم كأنهم اللعبة عملوا أبديت للمزاد خلوه ضعيف. المزاد كان كثير قوي قبل، كان سيارات كثير قوي يطلع لي وما كنت عارف اشتريهم. هسه صار كل سيارات رخيصة. قله اوه بلشنا نحكي حكي حلو. تسلا بتذكر كانت اوب فكرت اغلى من هيك. بتعرف شو حاشتريها؟ استخدام شخصي لإلي، انا بحب التسلا. لازم يكون لي سيارة خاصة لإلي في اللعبة برضه عشان اروح واجي فيها. والتسلا سريعة في اللعبة، كثير سريعة وما بتعمل صوت وحلو هيك، سويتها حلوة. كيف؟ ما شريتها؟ استرحت؟ والله استرحت شوي. استرحت شوي، كنت بفكر استرحت شوي راحت على السيارة. ايش في؟ واضح اني تعبت كثر اللعب. في ناس زباين، في زباين. هلا لا 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 لا. طب هلا لا بتكون زبونة جدية. 900,000 كم بدك تدفعي؟ 700,000. هاي كم بدك تدفع؟ 900,000. هديك كم كانت؟ 720. بحس 800,000. بحس لو 800,000 منطق. بس 1,800,000. يا الله الحمد لله، الله عوضني عن اللحظة هذيك السيئة، يعني قدرنا نوقف على الجرم من أول جديد. هلأ حنام طلع عملت 1,500,000 ما شاء الله ما شاء الله. هلأ أجي الوقت نطور المكتب. البادجت تبعنا 800,000، كان هدف جمع لي 200,000، جمعت 800,000. سبحان الله. يلا نطور المكتب، لازم نحس الناس إنه مكتبنا أرتب مكتب في العالم عشان يشتروا أكثر. بسم الله قول يا رب. يلا أول شيء نوسعه. والله نور، صار يوسع كثير سيارات. حلو، كيف اطور الديكور؟ طيب اول شيء هذا احلى واحد، بالتالي نعمل، انا هذا حبيته صراحه. والسور بنعمله سور عشب. ان ديزاين ارض يا خشب. الحيط وهذا حلو، وممكن نسوي هاي الشغلات، اضافات جميلة، مطب هون، اعشاب. والقرمة. ابغى اطور بيتي. بيتي معفن والله، مش منطق، مش حياة. نحط شباك بيت نفسه نظبطه. ماشي، متى ابغى اشتري بيت؟ طيب عموما ليس. الله على الترتيب، والله فرق يا جماعة. واو خركارز، تطور ليفل ثاني ولسه كثير معنا فلوس. طيب اقترحوا علي شو اعمل في الفيديو الجاي، ولا تنسوا تشتركوا عشان نحط السيت اب الجديد.
لأن هذا ستة مؤقت. نشوفكم، باي.